إسرائيل تواصل قصف بلدات جنوب لبنان وترسل المزيد من التعزيزات العسكرية نحو الحدود. الجيش الإسرائيلي يتوعد بمواصلة ضرباته على مواقع حزب الله وتصعيدها، والأخير يقول إن رده أولي. إسرائيل تخشى استهداف حزب الله لبنيتها التحتية، ونيويورك تايمز ترى التحول لحرب كبرى أصبح أكبر. منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحذر من كارثة وشيكة في المنطقة، وتقول أن لا حل عسكريا يجعل الجانبين أكثر أمنا. إطلاق نار من الطيران المروحي الإسرائيلي على مناطق جنوب حيتل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مجددا برفقتنا مع قناة الحدث إلى متابعة آخر التطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية والشمالية الإسرائيلية، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وأفدنا بمقتل عنصر من حزب الله وجرح آخر بالغارة الإسرائيلية على عيترون. وتشهد مناطق شمال إسرائيل رشقات صاروخية من لبنان طالت عدة مناطق، منها مطار رامات دافيد العسكرية في جنوب شرق حيفا وإحدى ضواحي حيفا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص إصابتهم خفيفة ومتوسطة بحسب مصدر إسرائيلي. كما أيضا أفاد مراسل الحدث باعتراض مسيرة فوق مطار رامون في إيلات، وكان حزب الله أعلن أنه استهدف بعشرات الصواريخ قاعدة رامات دافيد، في حين اعترضت القوات الدفاعية الجوية الإسرائيلية كثيرا من الصواريخ لحزب الله. قال في بيان لاحق إنه قصف مجمعا للصناعات العسكرية في شمال حيفا في رد أولي على تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي التوكي ووكي. إذن مشاهدينا مجددا نتابع هذه الصور عن الجبهة الجنوبية في لبنان، حيث نشاهد تصاعد أعمدة الدخان بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات وقرى في الجنوب. نتابع مشاهدينا هذه التطورات حول الاستهدافات المتبادلة بين إسرائيل ولبنان، لا سيما على خط الحدود الجنوبية من الجهة اللبنانية. نتابع هذه الصور التي تظهر أعمدة الدخان التي تتصاعد، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية التي قامت باستهداف العديد من القرى والبلدات.
هذا وقال مسؤولون أمريكيون لموقع العربية إنجليش إنهم لم يلاحظوا أي مؤشرات على التحضير لعمليات برية إسرائيلية وشيكة لاجتياح لبنان. كذلك أعرب المسؤولون الأمريكيون للموقع عن قلقهم الشديد من تزايد الاحتمالات بتصعيد خطير قد يحدث في الأيام المقبلة. أيضا مشاهدينا، الوقوف عند كل هذه التطورات المتسارعة من على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمالية في إسرائيل، ينضم إلينا من بيروت الكاتب السياسي مروان الأمين، أيضا من بيروت المختص في الشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن فادي داود. أهلا بكما ضيفي الكرام. والبداية مع الأستاذ مروان. أستاذ مروان، يعني هذا التصعيد، هناك من يحذر من أن هذا التصعيد قد يؤدي لنتائج كارثية. صباح الخير لك ولضيفك. هذا الخوف مبالغ فيه؟ أهلا بك. وللمشاهدين، للحقيقة إذا بدنا نحكي عمليا، منذ تفجيرات البيجر بدأت فعليا المواجهة الجدية ما بين حزب الله وإسرائيل. قبلها كانت كل المواجهات مضبوطة، وكانت جبهة إسناد عم بيقوم فيها حزب الله، وكان الإسرائيلي عم بيرد على هذه الاستهدافات بشكل محدود ولو كان مؤذي، وأدى إلى تصفية العديد من قيادات الميدانية لحزب الله. ولكن المواجهة تقدمت بشكل كبير من بعد تفجير البيجر ولاحقا استهداف إبراهيم عقيل وخلية قوة الرضوان. الذي يحصل الآن هو من جهة إسرائيل تستهدف حزب الله بشكل مؤذن جدا من أجل دفعه إلى التسوية وإلى فك الارتباط مع غزة والوصول إلى تسوية حول أمن الشمال. هذا الأمر يرفضه حزب الله ويصر على ربط جبهة لبنان وجبهة الجنوب بمسار الأمور ووقف إطلاق النار في غزة، ويرد على ذلك من خلال استهداف عشوائي كما حصل الأمس لشمال إسرائيل، كأنه يقول أنتم تريدون من خلال توجيه الأذية والضربات المؤلمة لنا ولهيكليتنا العسكرية والأمنية من أجل عودة سكان الشمال إلى منازلهم، فأنا أرد عليكم بأن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه، وها أنا تم الرد من خلال استهداف للأحياء السكنية وللأماكن وللمدنيين في شمال إسرائيل. هذه المعادلة بدأت الآن، هذه المواجهة الجدية والقاسية بدأت الآن بين الطرفين، وأعتقد بأنها ذاهبة إلى تصعيد استثنائي سيكون في الأيام المقبلة. بالتوجه بسؤالي إلى حضرة العميد الركن فادي داود، التطورات الميدانية والمتغيرات في ظل الضربات الإسرائيلية، حضرة العميد. تحية لك سيدتي، تحية لضيفك، تحية للمشاهدين جميعا. بالواقع العمليات أو الضربة التي قام بها حزب الله امبارح كانت أكثر من ضرورية بالنسبة للحزب كوجود. أكثر من رد الاعتبار هي استعادة المبادرة. في حال أن حزب الله لم يكن ليرد البارحة لكان بالإمكان اعتباره وكأنه تمت عملية فصل الرأس عن الجسد. عملية فصل الرأس عن الجسد هي العملية التي استهدفت بها إسرائيل منظومة القيادة والسيطرة والاتصال في حزب الله. يعني نحن نشاهد منذ بدء العمليات الحج قائد المنطقة قائد القطاع الشرقي والقطاع الأوسط والجنوبي في قوات الرضوان في جنوب لبنان قد استهدفوا إبراهيم عقيل، استهدف هذه العملية تهدف إلى قطع الرؤوس، مع العلم مع الإشارة ولفت النظر أنه لغاية الآن لم يتم استهداف أي سلطة سياسية، وأنا أرجح أن تبقى إسرائيل بعيدة عن استهدافات القيادات السياسية للحزب، وهي تركز على العمل على القادة
العسكريين بغية شلل المنظومة العسكرية أو شلل العمليات القتالية. إذا حزب الله كان مضطرا لاستعادة المبادرة، وما جرى البارحة لا يمكن وصفه باستعادة المبادرة، لا زال ينقصه الكثير من تطوير العمل العسكري، إنما يمكن وصفه حسب رأيي بالاستعداد لاستعادة المبادرة، لكون حزب الله ملزم حاليا كردة فعل بداية أو قبل أن يقوم بردة الفعل عليها أن يقوم باستيعاب الضربة، استيعاب الخرق، معرفة مدى الضرر الذي لحق به أمنيا عسكريا علمنيا، ثم أن يقوم بإعادة التنظيم، وبعد القيام بإعادة التنظيم وملء الفراغات واستخدام التعزيزات عندها يقرر حجم الرد. أما بالمبدأ فيمكن وضعها في إطار استعادة المبادرة. الجديد أيضا في هذه الضربة، إذا كان الكلام بعد معطلي سيدتي، تفضل أكمل. جديد أيضا في هذه الضربة هو العمق الذي طالته هذه الضربة، هي المرة الأولى يعني التي تصل أو صواريخ حزب الله إلى هذا البعد والمدى. هناك يعني 5 مصابين بجروح متوسطة وخفيفة. بالضبط سيدتي، وما نتوقف عنده ما تحمله من إشارات أكثر من أعداد المصابين، بحيث أن القبة الحديدية أطلق البارحة حوالي 40 أو 50 صاروخ. القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأساسية، وبعض الصواريخ كما هو متوقع لا قدرة لاعتراضها، تطال أهدافها، إما أهدافها إما قسم من أهدافها. أما الملفت فأنه لغاية البارحة كان حزب الله لا زال يركز في استهدافاته على الصواريخ الكاتيوشا ذات المدى 20 كيلومتر. شاهدناه البارحة يستخدم صاروخ فادي 1 وفادي 2 التي هي نسخة سورية عن صاروخ خيبر 1 وخيبر 2، ويعني أكثر تطور. أكثر تطور صحيح، إنما التطور يبقى نسبي وقياسي. مثلا الفادي 2 مداه يصل الى 100 او 150 كيلومتر، وفادي 1 بين 80 90 وال100 كيلومتر. اذا هذه الصواريخ يجب التوقف عندها، وهي تعلن عن استعداد او عن نية حزب الله لتطوير الاشتباك في العمق. يعني قد هو يعلن جاهزيته لتطوير اشتباك العمق. يعني سنعود إلى طبيعة هذا الرد الذي وصفه حزب الله بالأول حضرة العميد، ولكن قبل ذلك أذهب مجددا إلى أستاذ مروان. يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتقد بأن خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط أصبح كبير. بنفس الوقت نلاحظ بأن دائما الإدارة الأمريكية الحالية لا سيما الديمقراطية تتحدث عن الحل الدبلوماسي، دائما هناك يعني باب مفتوح ولو بقليل. أين نحن من إمكانية الوصول إلى الحل الدبلوماسي؟ كان تحدث أيضا يعني مستشار الأمن القومي عن وجود أوكشتاين في المنطقة. يعتقد الأمريكيون بأنه من خلال الضغط قليلا على الإسرائيلي، ومن خلال التواصل وورقة ومسودة الاتفاق التي حملها أوكشتاين إلى لبنان منذ بداية الحرب، بأنه يمكن تجنب ذلك. وهذا الأمر إذا أردنا أن نكون إلى حد ما واقعيين، علينا أن كلبنانيين أولا وكمصلحة لبنانية، علينا أن نسأل حزب الله بأننا في نهاية المطاف سوف نصل إلى هذه التسوية ما بين حزب الله وبين إسرائيل، وسوف نصل إلى وقف إطلاق نار وإلى ترتيبات حدودية معينة بين الطرفين، وبالتالي ما الداعي إلى هذه المقابرة وإلى الاستمرار في هذه الحرب وإلى هذا الحجم من الأضرار على البلدات الجنوبية طبعاً. والقرى الجنوبية طبعاً طبعاً طبعاً، وهذه المقابرة والتمسك بكأن أمراً لم يحصل منذ 8 أكتوبر حتى الآن. في آخر خطاب له قال أمين عام حزب الله بأننا ما زلنا في نحمل شعار لن نوقف جبهة الجنوب قبل أن تتوقف الحرب في غزة، كأن كل هذه الخسائر. ولم يعد هناك فعلا يعني من حرب فعلية في غزة، 70% يعني من الدمار. لا، وبالإضافة إلى ذلك إذا كان عم يدعم غزة من أجل ولم ما بده يوقف الحرب بلبنان من أجل
قبل وقف الحرب بغزة خلصت غزة، يعني صارت الحرب بلبنان بطلت الحرب بغزة، وبالتالي من يحتاج إلى جبهة إسناد حاليا هي الجبهة اللبنانية، فلم تعد الجبهة اللبنانية جبهة إسناد، بل أصبحت هي الجبهة الأكثر اشتعالا في المنطقة وذاهبة إلى تصعيد أكثر. وأعتقد الإدارة الأمريكية في حالة عجز حاليا، أولا لاقتراب الانتخابات الأمريكية، وبالتالي أصبح الرئيس خاصة، وأيضا بأن الرئيس غير مرشح لولاية ثانية، هناك المرشحة كامالا هاريس، وبالتالي يجعل هذا الرئيس وإدارته في حالة عجز كلي، وأصبح العقل الأمريكاني يركز فقط على الانتخابات الداخلية. بالإضافة إلى أنه لاحظنا منذ بداية الحرب حتى الآن بأن إلى حد ما لم تستطع الإدارة الأمريكية المون على نتنياهو وعلى حكومة إسرائيل، ورأينا في محطات مختلفة هناك اختلافات كبيرة بين الطرفين، وظهرت إلى الإعلام، أصبح تراشق إعلامي ما بين أطراف مختلفة، من الرئيس بايدن إلى مجموعة من وزير الدفاع إلى وزير الخارجية إلى غيرهم، مع شخصيات، ومن نتنياهو إلى شخصيات مختلفة في حكومته وفي السياسة الإسرائيلية، أصبح تراشق أمام الإعلام بين الطرفين. وهنا يتضح بأن الإسرائيلي شعر منذ 7 أكتوبر بأن ما حصل ليس حرب تقليدية يمكن أن يتدخل هذا الطرف أو ذلك للضغط عليهم، إنهم أمام تهديد وجودي، وبالتالي يخوضون هذه الحرب من أجل الوصول إلى مرحلة طويلة الأمد لم يشعر فيها أي مواطن إسرائيلي بأي تهديد على كافة الحدود ومن جميع الأطراف المحيطة به، سواء من حماس أو من غزة أو من الضفة أو من الحدود اللبنانية. نعم، نتابع الحديث مع حضرة العميد. يعني حضرة العميد دائما يقال بأنه وراء كل معركة يعني هدنة من أجل البحث في تسوية، وبالتالي هل نحن في هذا المجال؟ هل اليوم يحاول حزب الله يعني أن يقيم نوع من التوازن بعد الضربات المتتالية يعني التي نالت منه ومن عناصر الرضوان، لسيما يعني من الصف الأول من القياديين؟ بالفعل سيداتي، الحرب تخاض في الميدان، لكن الحروب تنتهي دائما على الطاولة. الحرب ما بتخلص بالميدان، حتى في حال انتصار أو في حال تحقيق أحد الأفرقاء انتصارا شاملا على الطرف الآخر، حروب القرن 20 والقرن 21 لا تنتهي إلا بالمفاوضات. حروب القرون الساحقة نعم كان يجري، المنتصر يبيد الفريق المهزوم. في هذه الأيام لم يعد هذا الأمر صحيحا، فالحروب لا تنتهي إلا على الطاولة. وأنا أضع هذه الضربات الإسرائيلية أو الإصرار الإسرائيلي رغم إعلان نيتهم، رغم معرفة الجميع بالضوابط الموجودة أو الموانع أمام الإجتياح البري الإسرائيلي، أنا أضع هذه الضربات إن يكن من الإسرائيلي وأن يكن إصرار الحزب على تحمل هذا الكم المؤلم من الوجع والألم والإصابات بالعنصر البشري تحت إطار تجميع الأوراق أوراق القوة إلى أن يأتي الوقت في الجلوس على طاولة المفاوضات حتى يضع كل شروطه ويكون قويا في فرض شروطه. فأنا أتوقع اشتداد المواجهة من قبل أو التصعيد أكثر فأكثر من قبل إسرائيل من الآن لغاية 6 نوفمبر حتى إلى حين نهاية الانتخابات الأمريكية، وتوضح لحين توضح من هو الرئيس وسياسة الرئيس. سياسة الرئيس سوف هي أساسا معلنة، يعني كل واحد معروف شو بده يتصرف، إن يكون الديمقراط وإن يكون الريبابليكان. المطلوب ينعرف إنه أي طرف منهم بده يوصل، حينها يبني نتنياهو والسياسة الإسرائيلية على هذا الأمر ويتم معالجة الأمور. نعم. تفضل أكمل فكرتك. هذه الفكرة بموضوع الأمريكي وخوفه من تدحرج الأمور نحو مواجهة شاملة،
بالفعل أنا أقرأ خوفا جديا عند الأمريكي، لأنه كما تكلم ضيفنا الكريم هو متخوف، يعني لفت عنده فكرة لفت فيها للأمريكي، وقال إنه الإدارة الأمريكية حاليا في حالة شبه عجز، لأنه لا يمكنه القول عاجز، بس إنه صارت تسير أعمال روتينية، تسير وراء بعد كم أسبوع للانتخابات. وأنا أقرأ إرسال الأمريكي حاملة الطائرات الجديدة اتش ترومان، اتش اس تي ترومان بيختصروها باسم اتش اس تي، يعني حاملة الطائرات هاري ترومان إلى المنطقة مجددا لحفظ التوازن وللضغط ولإقامة قوة ضاغطة على جميع الأطراف لحفظ التوازن الذي تريده الدولة الأمريكية في شكرا، شكرا لك حضرة العميد لهذه المشاركة وهذه المداخلة معنا من بيروت، المختص في الشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن فادي داوود، وأيضا الشكر موصول لضيفي الكاتب السياسي مروان الأمين، شكرا لكما على هذه المشاركة. الله أكبر، الله أكبر، تنأذيش صوته قوي، الله أكبر. סולם, עילות, אפולה, שמשית, תל עדשים. הנה, הנה, ירוטים, מאמי, ירוטים. פה, פה. أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لقاء مع رئيس الأركان هيرتس هليفي ومسؤولي دفاع كبار، أجرى تقييما للوضع في شمال إسرائيل بعد إطلاق مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب اللبناني، ويأتي هذا الاجتماع بعد فرض قيود على سكان المناطق في شمال إسرائيل. إلى ذلك أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنها أمرت بإغلاق جميع المدارس في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع لبنان، وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى مساء الاثنين المقبل. أيضا من جانبها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن تعليمات صدرت للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف. Thank you.
أما في لبنان فقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي ارتفع إلى 45 شخصا، وأضافت الوزارة أن أعمال الإنقاذ مستمرة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لأخذ عينات من جثامين القتلى لتحديد هوياتهم. وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية وأيضا حول المسار السياسي، إذا كان هناك من جديد تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلة الحدث الزميلة نهد يوسف، ومن القدس مراسلة الحدث الزميلة لنا كولغاسي. أهلا بكما معنا إلى هذه الساعة الإخبارية في هذه التغطية لأحداث الجنوب اللبناني. نبدأ مع نهد. نهد، طبعا تبعنا بأن هناك مقتل لعنصر من حزب الله، جرح آخر الغارة الإسرائيلية على عيترون، تجدد الغارات الإسرائيلية، حجم هذه الغارات التي لم تتوقف منذ مساء الأمس، تفضلي. بالفعل جيزال، بعد تسجيل رقم قياسي بأعداد الغارات يوم أمس، أكثر من 180 غارة استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان وأطراف البقاع الغربي. عادت اليوم إسرائيل وجددت هذه الغارات على البلدات نفسها صباحا بعد الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله في ساعات الفجر. كانت الغارات استهدفت بلدات حدودية عدة، منها بلدة عيترون التي أدت الغارة فيها إلى مقتل عنصر من حزب الله وجرح آخر، بالإضافة إلى غارات استهدفت بلدات في العمق الجنوبي في قضائي النبطية وصور، وبلدات في أطراف البقاع الغربي، بالإضافة إلى مرتفعات جبل الريحان. كل هذه الغارات كانت جاءت ردا بعد الصليات الصاروخية التي أطلقها حزب الله في ساعات الفجر، والتي استخدم فيها صواريخ فادي واحد وفادي اثنين للمرة الأولى منذ بداية هذه الحرب في جنوب لبنان، والتي تصل إلى مدى بعيد. فادي واحد يصل مداه إلى 80 كيلومترا، فادي اثنين يصل إلى 105 كيلومترات. استخدمها الحزب للمرة الأولى اليوم باستهدافه قاعدة رماد دافيد، هذه القاعدة التي كانت صورتها مسيرة الهدهد التابعة لحزب الله في شهر يوليو الماضي، وكان قال يومها بأنها مرمى في مرمى نيرانه في حال قامت إسرائيل بالتصعيد. والتصعيد الذي شهدناه هذا الأسبوع بمختلف إن كان بالغارات أو إن كان بالحرب الإلكترونية التي شهدها لبنان، كانت سببا في قيام حزب الله بتنفيذ تهديده واستهداف هذه القاعدة التي تضم العديد من المروحيات القتالية، الطائرات الحربية، الطائرات الاستطلاعية، كلية الطيران، إدارة الملاحة. كل هذه التفاصيل التي كانت صورتها مسيرة الهدهد اليوم قام الحزب باستهدافها لمرتين ردا على كل الغارات الإسرائيلية. بعدها عند الساعة 6 فجرا استخدم نفس الصواريخ بالإضافة إلى صواريخ كاتيوشا لاستهداف مصنع رافائيل للمتخصص بالصناعات العسكرية الإلكترونية، وقال في بيانه أن هذا الاستهداف هو جاء ردا على استهدافات الثلاثاء والأربعاء، أي استهدافات البيجرز والأجهزة اللاسلكية، وقال بأن هذا رد أولي. لذلك أيضا حتى هذا المصنع كانت صورته مسيرة الهدهد في أول شريط كانت نشرته عندما صورت مدينة حيفا بالكامل وكل تفاصيلها. لذلك متوقع بأن تكون هناك المزيد من الردود من قبل حزب الله. بالمقابل نتوقع أيضا المزيد من الغارات ردا على هذه الصليات الصاروخية التي أطلقها حزب الله، والتي من المتوقع بأن يستمر بإطلاقها كرد على كل الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصا وأن الحزب حتى الساعة لم يرد على مقتل القياديين إن كان إبراهيم عقيل أو القياديين في قوات الرضوان حتى هذه اللحظة. أطلق على هذه العملية الرد الأولي. نعم، هو الرد الأولي. على كل حال إذا كان لدينا المتسع من الوقت أعود إليك أيضا بالتوجه إلى لانا. وفقا للإعلام الإسرائيلي كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع للكابينت اليوم ولكنه ألغي. أيضا للمرة الأولى يصل مدى صواريخ حزب الله يعني إلى حيفا. هناك جرحى ولو كانوا يعني مصابين بجروح طفيفة ومتوسطة، وبالتالي كيف تنقلين لنا الصورة والتقييم لهذا الاستهداف لحزب الله من داخل إسرائيل؟
أهلا بك. دعينا نبدأ بموضوع أولا الاستهدافات التي تأتي أيضا من جهة العراق، يعني للمرة الثالثة حقيقة، للمرة الثالثة طبعا اعتراض مسيرة منذ أمس، اعتراض مسيرة تأتي من العراق تحاول أن تستهدف إسرائيل، وبالتالي سفرات الإدارة أيضا كانت تدوي في الجليل الأعلى وفي الجليل الغربي في الجولان السوري المحتل. نعم، هناك أكثر من 100 قذيفة صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني. هذه المرة كانت الشارع الإسرائيلي بالفعل يعني متخوف جدا وتوترات حتى قبل بدء هذا التصعيد وقبل بدء من إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني. الصحف الإسرائيلية بدأت تتداول بأن ليلة سوف تكون صعبة وليلة ساخنة، لذلك توترات منذ ليلة أمس حقيقة في الشارع الإسرائيلي وتخوفات كبيرة. بعد أن تم إطلاق 3 دفعات من الصواريخ كانت تحاول أن تستهدف ذكرات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، تمت إسقاط معظم هذه الصواريخ من خلال القبة الحديدية، ولكن بالطبع بعض الصواريخ كانت قد سقطت إما في أماكن مفتوحة أو حتى بالفعل استهدفت ركنات عسكرية أو حتى قامت بالاستهداف لأماكن سكنية، وبالتالي عدد من الصواريخ سقطوا في الجليل الأسفل تحديدا، وكان هناك تدمير لبعض المباني واحتراق حتى لبعض السيارات وأيضا في المباني واحتراق في بعض الغابات التي سقطت فيها، وبالتالي هذه الضربة كانت قوية بالنسبة لإسرائيل. من ناحية أخرى الجانب الإسرائيلي كان قد ألغى الاجتماع الكابينة الأمني والسياسي الذي من المقرر أن يعقد اليوم، واستبدله بتقييم للأوضاع، جلسات لتقييم الأوضاع المكثفة طبعا يرأسها بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي وعدد من المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبالتالي ما زالت حالة من التأهب والترقب خشية من أن تستمر هذه التصعيد ولن أنه يكتفي حزب الله فقط بهذه الاستهدافات، بالرغم من أنه كان قد أعلن أنه ردا على التفجير البيجرز والأجهزة الإلكترونية، كان هذا هو الرد، ولكن ما زال حالة من التأهب والترقب في إسرائيل. نعم، نذهب مجددا إلى الزميلة ناهد. ناهد، يعني حالة من التصعيد لدى حزب الله اعتبره رد أولي على خلفية استهداف القوات الإسرائيلية أو F-35 للضاحية الجنوبية. هناك حديث أيضا عن تشييع يعني قتل حزب الله بهذا الاستهداف في الضاحية الجنوبية لقياديين من قوة الرضوان اليوم. هناك سيكون تشييع للقيادية الجهادية في المجلس الجهادي إبراهيم عقيل وأحد قادة الرضوان، بالإضافة إلى أعداد من المدنيين الذين سقطوا أيضا جراء هذا الاستهداف، سيتم تشييعهم في هذا اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت. بالمقابل لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة جزال في الضاحية الجنوبية، حتى الساعة آخر تحديث قالت وزارة الصحة أن عدد القتلى وصل إلى 45 وأنه عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة، وهناك فحوصات الدي ان اي تجرى على عدد من الجثث التي لم يتم التعرف على هوياتهم، وهذه الأرقام لا تزال مرشحة طبعا للارتفاع مع بقاء عدد من المفقودين، حوالي 20 مفقودا لا يزالون تحت الأنقاض، وبالتالي هذا الرقم بطبيعة الحال مرشح للارتفاع، وبعد أن يتم الانتهاء من كل هذه العملية سيتم تشييع جميع القتلى تباعا، وبالتالي حتى نتوقع بيانا من حزب الله بعد الانتهاء، خصوصا وأنه لم يصدر أي بيان حتى هذه اللحظة يتعلق بهذا التفجير أو هذا الاستهداف. على كل حال سنكون في متابعة لأي تطورات إن كانت ميدانية أو إذا كان هناك مبنيات جديدة في الحزب. من جنوب لبنان رافقتنا مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف، شكرا لك لكل هذه التحديثات، والشكر موصول للزميلة لنا كل قاسي رافقتنا من القدس. مجدال عامك يا بوتين، مجدال عامك يا بوتين، בסיס חיל האוויר רמת דוד, יירוטים. בסיס חיל האוויר רמת דוד, יירוטים. וואי וואי וואי. جاء
جددت الخارجية الأردنية الدعوة إلى رعاياها لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن إثر تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، وطلبت من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك لمغادرة الأراضي اللبنانية. ودعت الخارجية الأردنية إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة. الخارجية الأمريكية دعت مواطنيها لمغادرة لبنان فورا ما دامت هناك رحلات جوية، وحذرت من أنه في حال تطورت الأمور نحو الأسوأ فستتوقف تلك الرحلات. תקשרי לסבתא אולי. יהיה עוד, נהיה עוד נראה לי. כן. זה לוקח זמן עד שהרעש מגיע. أفاد مراسل الحدث باعتراض صواريخ فوق مطار رامون إيلات أطلقت من العراق، وكانت فصائل عراقية أعلنت عن استهداف هدف وصفته بالحيوي في إسرائيل. إلى ذلك كرر مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني بأن إيران سترد على إسرائيل بما يتجاوز التوقعات على حد تعبيره. ووسط هذا التصعيد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات الإسرائيلية على حزب الله غيرت من موازين القوى في القتال طويل الأمد. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فرص التحول إلى حرب كبرى أصبحت أكبر منذ الحرب المدمرة في العام 2006، مشيرة إلى خشية الإسرائيليين من أن يشمل الصراع الجديد استهداف البنية التحتية ومهاجمة المجتمعات الإسرائيلية، إذ كانت المناوشات على الحدود قائمة بشكل متقطع فيما يخشى الجميع من الانزلاق، انزلاق لحرب كبيرة في المنطقة. نيويورك تايمز قالت إن حزب الله يعلم أن القوات الجوية الإسرائيلية يمكنها أن تحدث دمارا واسع النطاق في لبنان، موضحة أن إسرائيل لم تعد قادرة على التعايش مع التهديد القائم ولا يمكن الإبقاء على وجود قوة هائلة على الحدود الشمالية. الصحيفة الأمريكية كشفت أن الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من اختراق حزب الله الذي كان يقدم نفسه على أنه قوة موحدة ومنضبطة، مشيرة إلى أن هجوم 7 أكتوبر أضر بشعور قادة إسرائيل بالأمن وغير من طريقة تفكيرهم بشأن التهديدات على الحدود. وأيضا لمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواس. أهلا بك دوما برفقتنا دكتور محمد. سأبدأ من هذا العجل يعني الذي تبعناه منذ قليل، إطلاق صاروخين وفقا للمرصد السوري من سوريا نحو الجولان. قبل ذلك كنا أعلمنا أيضا بإطلاق صاروخ من العراق. هل يعني هذا الاستهداف يشي بأن الوضع قادم يعني على حرب أوسع، على حرب أشمل، أم سيتوقف عند هذا الحد؟ هي أيضا مناورات ورسائل من إيران. أعتقد أن الأمور ما زالت تحت السقف المنضبط. على أي حال عندما يخرج صاروخ من العراق أو صاروخين من سوريا أو حتى الصواريخ التي أطلقها حزب الله حتى الآن ما زالت تحت السقف الذي يتطلب أو على الأقل يريد أن لا يوسع هذه الحرب، على الأقل من وجهة نظر محور إيران. وأعتقد عندما يقوم حزب الله برده باستهداف مناطق عسكرية حتى لو كانت في العمق الإسرائيلي فذلك أيضا رسالة بعدم رغبة إيران ومحورها بتوسيع هذه الحرب. وحتى الآن طبعا إسرائيل متمتعة بهذا الغض الطرف الدولي، يعني ذكرت منذ قليل مجموعة تقارير صادرة في الولايات المتحدة، تقارير صحفية وغيرها تتحدث عن أن إسرائيل لم تعد تقبل، بمعنى أن هناك رعاية وتفهم للموقف الإسرائيلي. ولاحظي معي أن الولايات المتحدة تقول أنها لم تتبلغ بالضربات الإسرائيلية لكنها لم يكن لها أي رد يعني مناقض أو مستنكر للأمر، حتى أن وزير الخارجية وزير الدفاع الأمريكي بدأ يتحدث وكأنه الأمين العام للأمم المتحدة يقول أنه قلق،
وبالتالي هذا يعني أن هناك رعاية أمريكية. إيران تعرف ذلك، وأعتقد أن حزب الله يعرف ذلك، والمحور الإيراني يعرف ذلك. لذلك هم يرسلون، دعيني أقول، ردود حفظ ماء الوجه، ليس لتوسيع الحرب بل لإعطاء انطباع بأننا ما زلنا ملتزمين بقواعد إنهاء هذه الحرب. إلى أي مدى اليوم نستطيع القول بأن نتنياهو نجح إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المواجهة، علما بأن أمريكا كانت تتجنب يعني توسع هذه الحرب، ربما ما زالت، ولكن يعني وفقا لما تبعناه البنتاغون يعلن حالة الطوارئ، هناك المزيد من يعني العتاد والأسلحة الأمريكية في المنطقة. أعتقد أن نتنياهو يتمتع بهامش المناورة المسموح له. الولايات المتحدة كانت ضغطت وأعلنت أنها لا تريد حربا شاملة بالمعنى الذي يعرفه لبنان مع 2006 أو التي يعرفها قطاع غزة حاليا. ويبدو أن هناك مقايضة حصلت بين الفريقين الإسرائيلي والأمريكي، يتيح للإسرائيلي بقيام بضرباته النوعية التي أنجزها خلال الأيام الأخيرة، وبرضا أمريكي وربما بتنسيق أمريكي وربما أيضا بتواطؤ أمريكي، طالما إبراهيم عقيل هو يعني كان مطلوبا أولا وأخيرا بالنسبة للولايات المتحدة، وأن غض الطرف الأمريكي هذا مقابل أن لا تذهب إسرائيل مذهب أوسع من ذلك. وهذا هذه الرغبة الأمريكية تلتقي بالصدفة طبعا مع رغبة إيرانية بعدم توسيع هذه الحرب. حتى الآن ردود الفعل الإيرانية لا توحي أبدا بأن هناك قرار في طهران يسمح لحزب الله أو لمحورها بالذهاب بعيدا في ردها ضد إسرائيل. بمعنى، هل نستطيع أن نفهم مما تفضلت به بأن قواعد اللعبة ما زالت ممسوكة ومضبوطة؟ على الأقل بالنسبة لمحور إيران، وهم يثبتون يوما بعد يوم أنه رغم كل الخسائر النوعية وربما استراتيجية التي مني بها حزب الله، ما زال حزب الله يعبر عن التزامه بهذه القواعد. وأعتقد أن هناك منطق في الأمور أيضا، خسائر كبرى مني بها على مستوى منظومة الاتصالات وعلى مستوى أيضا المنظومة العسكرية المتعلقة بالمستودعات بالمخازن وبمنصات الإطلاق، وبالتالي حزب الله يأخذ علما بأن التفوق الإسرائيلي هائل على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى العسكري، ولكن أكثر من ذلك على مستوى هذه الرعاية الغربية ليست الأمريكية فقط. عندما توجه ماكرون إلى اللبنانيين بالقول أن هناك فرصة لوقف هذه الحرب، كان لديه كامل المعلومات أن إسرائيل بصدد التصعيد الموجود حاليا وأنه لن يستطيع أن يفعل شيئا، ودعيني أقول أنه ربما يريد أن يستفيد من هذا التصعيد للضغط على الطبقة السياسية اللبنانية. أيضا يعني هناك من يقول بأن حزب الله ربما يعني هو تخلى بطريقة أو بأخرى عن حزب الله. حزب الله يتحدث عن جبهة الإشغال، هناك من يرى أنه بأن هذه الجبهة كانت دون نفع فعلا بالنسبة لحماس وبالنسبة لغزة، وأن حزب الله هو اليوم من هو بحاجة للإسناد والمساعدة. كيف تعلق على ذلك؟ تماما. وهذا طبعا هناك نقاش في لبنان في هذا الشأن. أولا، لماذا لبنان فقط من بين 22 دولة عربية و57 دولة إسلامية هو الذي يفتح جبهته النارية ضد إسرائيل سندا لغزة؟ ثم بعد ذلك، هل فعلا ساعد هذه الجبهة، ساعدت هذه الجبهة في منع هذه الكارثة التي تعرضت لها غزة؟ وثالثا، أن حزب الله باعترافه هو موالي وهو ذراع من أذرع الجمهورية الإسلامية وهو ولي للولي الفقيه، وبالتالي إيران ليست معنية بسلامة حزب الله، بل حزب الله هو المعني بالدفاع عن النظام الإيراني. أعتقد أن إيران بحاجة لحزب الله كقوة كبرى للدفاع عن النظام الإيراني في حال تعرض فعلا إلى خطر وجودي. وهذا الذي نستنتجه حاليا، أن إسرائيل منشغلة بجبهتها الشمالية ضد حزب الله وربما ضد الحوثيين، لكنها غير منشغلة بتهديدات سابقة ضد إيران وضد برنامجها النووي. نعم، يعني وإن هذا التطور الجديد إلى أين يأخذ الأمور، خصوصا ويعني بدأ واضحا هذا التفوق النوعي التكنولوجي عند إسرائيل، وبالتالي إلى مدى هناك يعني نوع من الهوة بين توازن الرعب الذي كان قائما أو يعني توازن الردع؟
المبادرة الحالية هي في يد إسرائيل، هي من تقرر مع حلفائها إمكانية التصعيد ومدى هذا التصعيد. حتى الآن المعلومات التي حتى عندكم يعني يتم بثها أنه ليس هناك تحضيرات عسكرية برية لافتة بإمكانها الحديث عن اجتياح بري أو عن خرق بري، وأعتقد أن إسرائيل بحاجة أساسا لهذه العملية البرية طالما أنها مستفيدة جدا من هذا التفوق الذي تحدثت عنه لإنزال ضربات موجعة وجراحية ضد قوات حزب الله. هذا لا يمنع إسرائيل من القيام ربما بعمليات خاصة كتلك التي نفذوها في مصياف في سوريا بعمليات إنزال هنا وهناك. صحيح أن أمين عام حزب الله اعتبر أنه هم يتمنون ذلك للصدام المباشر، لكن إسرائيل طالما هي رابحة في عملياتها الجوية الصاروخية والمسيرات والمقاتلات فهي لن تدخل في هذه الحرب. نشكر لك هذه المداخلة معنا، طبعا دائما الحديث بقية معك دكتور محمد القواس. شكرا لك لقبول هذه الدعوة من لندن، رفقنا الكاتب والبحث السياسي الدكتور محمد القواس. هطول الأمطار على قطاع غزة عبر نازحون عن مخاوفهم من المبيت في خيام لا تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. حياة صعبة جدا، بهدلنا من كل النواحي، بهدلنا من شوادر، من خيام، من أماكن، من مية، من أكل، من شرب. إحنا اليوم التكيات اللي بتيجي، ولو أن الأكل أمرا ما بيكونش تمام، لكن الحمد لله أحسن من غيرنا. المية ساعة بساعة بتيجي وساعة بتقطع، معاناة ما يعلم بها إلا الله، سنة كاملة من المعاناة. عندي أطفال وعندي طفلة 7 شهور، مش عارفة ولا متخيلة كيف بدي أقضي فصل الشتاء معها. يعني في اليوم 3-4 غيارات، مش متواجدات الغيارات كمان، يعني بدي أغير للبنت مش متواجدات، فمعاناة الله بيعلم اللي حنعانيها، صعبة صعبة جدا حتكون. وخيام فيش أصلا لتحمينا من الشتاء كمان، الخيم هذه الموجودة على الفاضي بس هاش تاكل. بكرة نتفت ريح ولا شيء حيطير من الليل. مش بس لحد، لحد كل الناس. تمركزت قوات إسرائيلية على دوار المنارة صباح الأحد، أحد أبرز معالم رام الله وسط المدينة، بعد اقتحامها ليلة السبت. Thank you.
أسفر انفجار ناجم عن تسرب غاز في منجم للفحم في طبس شرق إيران عن مقتل 51 شخصا على الأقل. وقال حاكم محافظة خراسان الجنوبية حيث يقع المنجم إن فرق الإنقاذ تعمل على إخراج 22 عاملا محاصرين. وكشفت المعلومات أن تسرب غاز الميثان أدى إلى الانفجار في كتلتين من المنجم. وقال الهلال الأحمر الإيراني قال إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنجم، غير أن وكالة إرنا نقلت عن مدعي العام المحلي قوله إن تراكم الغاز في المنجم جعل عمليات البحث صعبة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. المزيد من الملفات بانتظاركم دقائق قليلة، وتنضم إليكم الزميلة تهاني الجهني. شكرا لكم على كرم المتابعة.